نفى مسؤول مصري رفيع وجود خلافات في اجتماع القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة وإنجاز اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المسؤول أن المباحثات التي تشارك فيها مصر وأمريكا وقطر وإسرائيل شهدت أجواء إيجابية وأنها ستستمر لثلاثة أيام. إلى ذلك أفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية بانتهاء الاجتماع في القاهرة ومغادرة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ديفيد بارنياع العاصمة المصرية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل لم تقدم ردها الرسمي على اقتراح مقدم من جانب حماس حول تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن الوفد الإسرائيلي ذهب إلى اجتماع القاهرة للاستماع فقط.